قدرة فقط بإرسال تردد صوت ضوئي مقدس وهو سري جدا. هذه الألواح تم حفظها في الأرض الداخلية أو كما نسميها في جوف الأرض. وفقط للعلم إن هناك عدة مدن في جوف الأرض من ضمنها أجرسة وغيرها الكثير، لكن فعليا هناك قبائل كثيرة تعيش في جوف الأرض، ليس كما قيل لنا أنه ليس هناك أي أحد في الجوف فقط مجرد براكين وهكذا يعني. المهم هذه الألواح حفظت مع أحد المجالس التي تتبع الأزوريت، والذي يتبع الأزوريت بدوره عائلات تسمى ملكي صادق. ملكي صادق ليس كما نعتقد أنه شخص أو قائد، لا، إنه فقط أصوات متجمعة وتنطق باهتزاز معين، لكن لا يوجد شخص فعلا اسمه ملكي صادق.